السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد، كيف تعدلون السرعة؟ يعني أبغى كذي، لا أبغى أقل، أبغى كذي، لا أبغى أسرع. هاي راح نسوي هاي حق ما بكم طبعا. زين، راح نسوي أشياء، راح يصير أبعد شيء راح تحط هذولي الستة. ليش أبعد شيء؟ لأن أنت ما تبغى تبين، أنا صراحة ما أبغاهم يبينون في ما بي، عشان كذي راح تحطون واحد. عقب واحد لي بين بينكم، حطوا واحد، حطوا اثنين كذي، وحطوا واحد، حطوا اثنين، مو عشان نفس الشيء، عشان انا بس ما افرق عدل. انزين، راح تحطون كذي، راح تجيبون بس هالاغراض، راح تجيبون ديفايزز، راح تجيبون اللي هو بالبورد باتن على طول، تنزلون تحت تلقون اللي هو سبيد اظن على طول، فايوه سبيد بس سريع سريع، راح تلقون هالسبيد، راح تحطون الفي واحد احسن شيء، راح تحطون بسرعة شي. راح تكتبون الاسم هني بس الترا لو سبيد، بس راح اسوي لكم اسرع شيء عشان حاولوا انتوا بشويه، عشان بس ان ما يتلخبط علي، ولا عشان بس ان الفيديو ما يكون طويل. راح بس زيدون واحد من هني وراح يسمونه الترا لو، راح يسمونه بس اللي هو لو سبيد بس، وراح تنسخون هذا بالضبط هني، راح تحطونه هني، راح تكتبون هني نور مال سبيد، اوكي، راح تحطونه اللي هو واحد بس، خلاص راح تحطون هذا، راح تحطونه هني، راح تكتبون هني اللي هو فاست سبيد، راح تنسخونه، راح تعدونه، راح تكتبون هني نسخ، راح تحطونه. استغفر الله، نسينا نسوي هذا اللي هو بس زيدون واحد بعد، وهني راح زيدون واحد بعد، لا اثنين عشان هذاك ما زدنا. زين، اللي هو بس هذول اثنين، راح تحطيه اللي بس تمزح اثنين، تكتب لي الترا فاست سبيد، تمام. الحين بس خلاص زيادة، واللي هو الحين هذا اللي هو سوبر سبيد، واللي هو زيادة واحد بس، تمام. كذي انت وضعك في التمام، خلصت. الحين خلصت من هذيله، اوكي خلصت من هذيله. الحين تسير عند ارضك نفسه، عشان بس انا صرت هناك حطيته هناك عشان شو انه ما يبينون، انا ما ابغى يبينون الصراحة، فبس تحطهم في الادار. انا بالنسبة بس بحط ادار، هذا شخص شيء اختياري، تبى تحط ادار ما تبى تحط ادار، تبغى تحط اي ادار من الانفنتوري الجاليري اي شيء، هذا كيفك، بس انا بحط اي شيء عشان بس اسرع المقطع، يعني اخليه سريع شويه، راح اخليه هذا 16. زين، عشان بس اخليه اللي هو مرتب شويه حكم شباب، لانكم تسهلون المرتب شوي، بس رجع، ايوه بس ايوه شي تمام. راح تحطون هاي الاعدادات اللي هو الترا لو سبيد اللي هو هذا كلير السنتر، راح تحطونه على شيء، راح تحطونه اللي هو ربطه لايت واللي هو لو البريد بس، تمام. وراح تحطون هذا، تحطون واحد لي، راح تكتبون هني اللي هو بس لو سبيد، راح تكتبون اللي هو هني نورمال سبيد، تمام. هاي راح تكتبون هني بعد نفس الشيء، راح ترجعون هني تحطونه بعد هني، تحطونه هني تحطونه فاست
فاست سبيد راح تسوونه هني كذي على طول، راح تكتبون هني الترا فاست سبيد، سوي نفس الشيء هني اللي هو سوبر سبيد. تمام، عشان نتأكد انه يكون نفس الشيء. بس تمام، راح تحطون الزر، راح تسوونه تحطونه كذي 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 بعد كذي كذي. واللي هو بعد كذي تمام هني، او اللي هو راح على طول تنسخون اللي فوق وتحطونه في اللي تحت، خلاص هني على طول. وهني نفس الشيء راح تحطونه هني على طول، بيطلع لك اللي هو الترا لو، تحطون اكتيفيت بس. راح تسوون باقي في باقي في الاشياء، باقي في الباقي لو سبيد، اتغير الاسم ونفس الوقت حط اللي هوني لو سبيد اللي هو اكتيفيت، وهني راح تجيبه اللي هو نورمال سبيد، راح تحطه هني في الانترنال اكس، وبعد تجيبه هني هني تحطه نورمال سبيد اكتيفيت نفسه في هناك. ايوه بالضبط كذي، راح تحطون اللي هو الترا هذا فاست، راح اسوي له كوبي. انا بالنسبه لي اسوي سريع عشان الفيديو ما يكون وايد طويل ولا انت حضرتك تمل، زين عشان اللي هو انت ما تمل يا حضرة المشاهد، فبس عشان ما تلاقونا وايد بيرفكت هالاشياء عشان ايوه اللي هو بعد سوبر سبيد اكتيفيت. الحين جديد تمام، حطينا هذا بعيد وحطينا اللي هو اتصلنا سوينا كونكت بينهم. الحين نسوي ستارت جيم، اراويكم بس اللي هو المشروع ان شاء الله انه يشتغل، انا متاكد انه يشتغل بس اقول لكم ان شاء الله عشان ما في كل ما في شيء بعد الله انه قادرين عليه. انزين اللي هو الحين النورمال سبيد هذا طبيعي، اوكي راح تسوون اللي هو الترا لو سبيد، راح يكون الترا لو سبيد لو سبيد اللي بعده، وهذا نورمال وهذا فاست سبيد فاست، لا هذا خربناه، وهذا الترا فاست لان صدق اسفه بس لخبطنا، هذا لخبطنا فبنعدله بسرعة شوية، بس على السريع بس بنعدله على السريع بنعدله يا شباب. لأن هذا بس أنا أدري إني اتلخبط صدقوني، أيوة أنا كنت حاس إني اتلخبط، كنت حاس أيوة. فاست سبيد فاست واللي هو أكتيفيت، بس الحين سويناه كله فيب سوينا هذا كله، وان شاء الله الله يعطيكم العافية. بس نجرب اللي هو عشانكم نجربه، نجربه بس عشانكم، بس نجربه 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 عشان تتأكدون. ايوه
تمام، واللي بعده عندنا لو سبيد ونورمال سبيد، واللي فاست اشتغل توه زين، والترا فاست واللي هو السوبر فاست. خلاص يعني عشان اراويكم ان كل شيء تمام. الله يعطيكم العافيه للمشاهده، لا تنسون اللايك والسبسكرايب، نشوفكم مقاطع تانية، مع السلامه.